تما بغينا نقولوا واحد الكلمه ردا على ذاك الخطاب الرسمي، الخطاب اللي قبل كانوا كيقولوا لنا اين الثروه، دابا جاوا قالوا من وراها قال لك حسدونا شويه، دابا كيجي كيقول لك الفساد راه شي حاجه اللي ولات عاديه، حتى واحد ما معصوم منه من الخطا. كنظن ان هذا الواقع الحقيقي، هذا الواقع ديال البلاد كيداير، الناس اللي كتشفر الفلوس في هاد بنما، ولاد الشعب اللي كيموتوا في البحر، 200 واحد ولاد الشعب ماتت في البحر، والاعلام كامل موجه قضايا اللي هي هامشيه خاصه. ها الحقيقه ديال البلاد، ها الحقيقه، يعني هذيك الخطابات كلها اللي كذوب وكلها تزييف، راه ولاد الشعب بداو كيفهموا، وعندنا رساله واحده اخيره ديال بركه ما تخطف بعقلنا بكتك، ديال بركه ما تخطف بعقلنا بكتك، ديال بركه ما تخطف بعقلنا بكتك.